نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خصنا بأفضل كتاب أنزل، وشرفنا بخير نبي أرسل، وأتم علينا النعمة بأعظم دين شرع، دين الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا ومعلمنا محمد عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، تركنا على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين، وأحينا اللهم على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، ما زلنا في شهر محرم الحرام، وفي مطلع هذا العام نتفيأ ظلال هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أجل استلهام الدروس والعبر من سيرة خير البشر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، عندما يقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهو لم يحدد مجالا من المجالات. الأسوة الحسنة برسول الله صلى الله عليه وسلم ليست في مجرد اللباس فحسب، ولا في مجرد طريقة الطعام وآدابه فقط، ولا في آداب النوم، ولا في آداب السفر والدخول والخروج، وهذا أيضا مطلوب التأسي فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الذي ينبغي أن تدركه الأمة الإسلامية أن التأسي برسول الله عليه الصلاة والسلام في مجالات أخرى أكبر من ذلك بكثير، في مجالات ما يتعلق بالتضحيات الجسام التي قدمها رسول الإسلام عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام في مرحلة مكة المكرمة، من أجل أن نستفيد منه نحن المسلمين أنه لتحقيق الأهداف لا بد من التضحيات الجسام. وهذا ما وقفت معه في الخطبة الماضية. من بين ما نستفيده أيضا من دروس الهجرة أن هذه التضحيات لا تذهب سدى، وأن التضحيات لا تتحصل في النتيجة إلا على أفضل النتائج. إذا ضحيت، إذا اجتهيت، إذا فعلت ما يجب فعله، فانتظر النتيجة الجدية، انتظر النتيجة الجيدة. فمن جد وجد، ومن زرع حصد. والقرآن الكريم يعلمنا هذا الميزان: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا ميزان قرآني، ليست هنالك تضحية إلا ويقابلها جزاء، ويقابلها كسب يكسبه الإنسان، واستفادة يستفيدها الإنسان. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو وأصحابه عليه الصلاة والسلام كانوا موقنين بنصر الله، كانوا جازمين جزما يقينا
أن هذه التضحيات لن تذهب سدى، وإنما ستعطي نتيجتها، وفعلا أعطت نتيجتها في مجتمع المدينة، حيث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى مجتمعا جديدا، وأعلن ما يمكن أن نسميه استقلال الدولة الإسلامية. عيد الاستقلال الأول بالنسبة للمسلمين هو الهجرة النبوية الشريفة، وخاصة أيها الإخوة، ونحن بعد يومين سنحتفل بذكرى عيد الاستقلال، وهو من المناسبات الوطنية التي يجدر بنا أن نقف معها من أجل أن نربط بين الماضي والحاضر، أن نربط بين حالة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتضحيات التي ضحاها من أجل الاستقلال وما ناله بعد الاستقلال، ومن أجل أن نقف نحن أيضاً مع ما ضحى به آباؤنا وأجدادنا الذين استشهدوا على ثرى هذا الوطن من أجل أن يعيدوا الكرامة للأمة، ومن أجل أن تستقل الأمة من الاحتلال الفرنسي، ولنقف أيضاً مع نتائج هذا الاستقلال وما جاء بعد الاستقلال وما فعله الأحفاد بجهاد الأجداد. هذه أشياء يجب أن نقف معها. إذن البداية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا كان يضحي؟ لماذا كان عليه الصلاة والسلام يفعل كل ما فعل من صبر وتضحيات جسام في مكة المكرمة؟ من أجل أن يعلن دولته في مدينته المنورة، من أجل أن لا ينتظر من أحد توجيها في كيفية عبادة ربه أو في كيفية تنفيذ شريعته. ولذلك ما إن وصل إلى المدينة المنورة حتى صارت التشريعات تتنزل من الله عز وجل، فنزلت سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء والسور التي نزلت بالأحكام التشريعية التفصيلية، لأن البيئة صارت مهيئة لتنزل الأحكام. الأمة لم يكن بإمكانها أن تطبق شرع الله في مكة المكرمة بكل بساطة، لأن الأغلبية لم تكن مسلمة، لأن الأغلبية كانت في مكة على الكفر، والمؤمنون كانوا قلة، والإسلام لا ينبغي أو لا يريد أن يفرض نفسه على الأكثرية أو الأغلبية. لكن عندما صار المسلمون في المدينة فقد كانوا هم الأغلبية، ولم يهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر بعض كتاب السيرة حتى أسلم الثلثان من سكان المدينة المنورة، وهاجر عليه السلام ثم أسلمت البقية تقريبا، ما عاد في المدينة إلا فئة قليلة من غير المسلمين ممن كانوا يسمون المنافقين. حتى المنافقون أعلنوا إسلامهم ظاهرا، والناس إنما يحاسبون على حسب الظواهر، وإن كانت بواطنهم مليئة بالكفر والحقد على الدين، إلا أنهم في الظاهر يقولون إنهم مسلمون، وكانوا قلة قليلة. دعك من اليهود الذين كانوا يعيشون في المدينة، فهؤلاء لهم شريعتهم ولهم دينهم، وأوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول يوم وصل فيه إلى المدينة في أوائل الأيام اجتمع مع هؤلاء اليهود ووضع الوثيقة المعروفة دستور المدينة المنورة، وحدد فيها أن لليهود دينهم وأن للمسلمين دينهم، أي اليهود لهم شريعتهم ولهم دينهم، لا نفرض عليهم شيئا، إذا رضوا بحكم الإسلام حكم فيهم الإسلام. الله عز وجل قالها واضحة لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين، وكيف يحكمونك وعندهم التوراة. المهم إذن أن شريعة الإسلام وجدت أرضيتها الخصبة في المدينة المنورة من أجل التنفيذ، وكانت التشريعات تتنزل وتنفذ. نزل تشريع الصيام فشرع الناس في الصيام، نزل تشريع الزكاة
فشرع الناس في إخراج الزكاة، نزل تشريع الجهاد أي الدفاع المشروع عن النفس، فجاهد المسلمون في غزوة بدر وأحد وغيرها من الغزوات. نزلت آية تتحدث عن تحريم الخمرة في قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فنفذ الحكم عاجلا، نفذ الحكم في اللحظة والتو. وقال الذين رووا القصة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد يسمى مسجد الفضيخ، هذا المسجد بقرب مسجد قباء، قريب منه في جنوب المدينة المنورة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هنالك، فنزلت الآية فخرج الناس يسمعونها للسكان. قال الراوي: فإذا بالزقاق أي أزقة المدينة في ذلك الحي الذي كان فيه النبي عليه السلام، صار كل من كان لديه قنينة خمر أو وعاء فيه خمر يخرجه ويريقه في الزقاق، فصارت الأزقة تجري خمرا، وعرف ذلك اليوم وعرفت تلك المنطقة بمنطقة الفضيخ أو مسجد الفضيخ. فنفذت الأحكام الشرعية. قد تسألون لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هاجر لهذا السبب، إنما ضحى بوطنه مكة المكرمة، إلى حين سيعود إليها، ولكن ضحى بها. لأننا أحيانا نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا نضحي بأشياء من أجل تثبيتها، نضحي بالأوطان، وقد يخرج الإنسان من وطنه، قد يحكم عليه بالنفي فينفى خارج البلد، ويضحي بالوطن من أجل الوطن، من أجل أن يثبته، ويضحي بالمال أحيانا من أجل أن يثبت المال، ويضحي بالنفس بنفسه، لكن ليس من أجل أن يثبت نفسه، لكن من أجل أن يثبت أنفسا أخرى. وهذه أكبر تضحية، أن تضحي من أجل نفسك هذا مفهوم، لكن أن تضحي من أجل الآخرين هذا مستوى عال جدا. وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه، حيث إنهم ضحوا بأنفسهم من أجل تثبيت الشريعة ومن أجل ترسيخ أركانها في نفوس الناس وفي واقع الناس وفي أعمال الناس. لذلك هاجر عليه الصلاة والسلام من أجل إقامة الشريعة الإسلامية التي لم يكن يستطيع إقامتها في مكة التي كانت آنئذ بلدا للكفر في تلك الأيام. لنرجع إلى تاريخنا نحن اليوم، نحن الآن نحتفل بذكرى الاستقلال، لكن جدير بنا أيضا أن نعود إلى مرحلة الأربعينات والخمسينات من القرن الماضي، بل جدير بنا أن نعود إلى القرن التاسع عشر كله من بداياته، عندما احتلت الجزائر في 1830 للميلاد، انطلق الناس يقاومون، انطلق الناس يدافعون، ولست أدري للأسف ما الذي وقع لهذه الأمة حتى نسيت هذا التاريخ المشرق. عندما احتلت الجزائر ما كانت القضية قضية الجزائريين وحدهم، وإنما بلد من بلدان المسلمين تعرض للاحتلال، فكان الجميع يدافع والجميع يقاوم، ليس في الجزائر وحدها، وإنما كان الإمداد يأتي شرقا وغربا، وكان الرجال أيضا يأتون شرقا وغربا. واقرأوا التاريخ، مصيبة هذه الأمة أنها تنسى بسرعة، مصيبة هذه الأمة أنها نسيت هذا التاريخ التضامني الجميل من أجل تحقيق الاستقلال، وركزت على الخلافات التي بينها اليوم، فإذا بها تغلق الحدود وتجد السب والشتم والأحقاد والضغائن والكراهية، وكأن بيننا تاريخا استعماريا، بل حتى المستعمر الذي كان يستعمرنا جميعا العلاقة به أفضل من الأخ الذي كان يعين في حالة الاحتلال الفرنسي، والذي كان يدعم، والذي كان يجمع المال، والذي كان يتعرض لأذى الفرنسيين من أجل معونة أخيه المسلم في الجزائر.
هذا التاريخ للأسف نسيه الناس، نسيه الناس من أجل التركيز على مراهنات استعمارية أخرى من أجل تمزيق الأمة مزيدا من التمزيق، ومن أجل نزع أجزاء من الأوطان الإسلامية وتجزئتها بعد أن جزئت قبل ذلك، بينما أمم أخرى تتوحد مع التاريخ المأساوي. الفرنسيون والألمان في الوقت الذي كنا فيه نحن المغاربة والجزائريين في وحدة متكاملة وفي دفاع مشترك وفي إمداد من المغرب للجزائر فيما يتعلق بتحقيق الاستقلال، كان الألمان والفرنسيون في حالة تطاحن وفي حالة اقتتال. لكن الغريب أن هؤلاء أدركوا أن العقل والحكمة والمصلحة تقتضي أن يتوحدوا وأن ينسوا هذا الماضي الذي كان بينهم، وهو ماض سيء. ما زال من كان يعاني من طغيان الألمان في فرنسا ما زال إلى الآن بعضهم أحياء ويتذكرون جيدا إساءات الألمان إليهم. لكن مع ذلك المصلحة اليوم اقتضت أن يتعاون الناس وأن ينسوا هذا التاريخ المرير. لكن المسلمين للأسف الذين لديهم ما يؤهلهم للتوحد ولديهم ما يؤهلهم للتضامن، إذا بهم للأسف يسهمون في التفرقة، والإعلام يشيع روح الأحقاد وروح الكراهية وروح الضغائن، وكأننا عبارة عن ديانتين وثقافتين واتجاهين، وكأننا أعداء. لذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة هاجر من أجل إقامة الشريعة، والشريعة تدعو إلى الوحدة. ونحن أيضا عندما تعرضنا للاحتلال الفرنسي في كل المناطق التي تعرضت لهذا الاحتلال كنا نفهم أن العدو هو المحتل، هو الذي يجب أن يخرج، هو الذي يجب أن يغادر من أجل أن يتركنا نعيش. بماذا؟ بماذا؟ أنا أسأل الآن سؤالا، لماذا ضحى أجدادنا؟ كل منكم لو سأل في تاريخ أسرته سيجد أن جده أو جد أبيه أو أحد هؤلاء من القرابة أو عمه أو عم أبيه أو ما أشبه ذلك من هؤلاء شاركوا في المقاومة ودافعوا، بل وبعض أجدادنا قتل في هذه المعارك. نعم قتلوا في هذه المعارك. لماذا قتلوا؟ هذا هو السؤال. لماذا قتلوا؟ قتل هؤلاء وضحوا أولا لأن الله عز وجل يرفض لهم الإذلال. القرآن يرفض الإذلال، القرآن يرفض الخضوع والذلة للمؤمن أمام الكافر، فقال الله عز وجل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وجاء في آية أخرى في شأن أناس مستضعفين تعرضوا للأذى وتعرضوا للإهانة، فقال: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ لكن هذا بالنسبة للذي لا يستطيع الدفاع، أما من يستطيع أن يدافع ويستطيع أن يقاوم فإن الإسلام يفرض عليه أن يقاوم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. من أجل هذا كان يقاتل الناس؟ من أجل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وانتبهوا، هذه الثقافة لن تجدوها عند أمم كثيرة. أمم كثيرة تعرضت للاحتلال لكنها رضخت واستسلمت وسارت على دين المحتل الذي احتلها. أمم كثيرة، انظروا إلى بعض المناطق في أفريقيا، بل وأمريكا نفسها تعرضت لهذا الأمر واستسلمت وواقعها كما تعرفون الآن. أين ذهب الأمريكان الأصليون ومن يحكمها الآن في القرون الأخيرة؟ وهكذا حضارات كثيرة تعرضت لهذا. لكن أمة الإسلام لأن لديها الكتاب والسنة لا يمكن أن تفرط في حقها أبداً، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل كما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أرأيت يا رسول الله لو جاء أحد يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني
قال قاتله، أي لا تسلم، نحن لا نخضع للذل، نحن كما قال عمر المختار عليه رحمة الله نحن أمة لا تستسلم، إما أن تنتصر وإما أن تموت، لا معنى للهزيمة، لا معنى للخضوع، هذه ثقافة. عمر المختار لم يأتي بهذه الكلمة من تلقاء نفسه، إنما جاء بها فهما منه عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الشعار وإن كان ليس بهذا اللفظ لكنه كان مضمون ما يعتقده كل القادة المقاومون، كل القادة الذين كانوا يدافعون ويقاومون كانوا يعتقدون بهذا. لو تحدثت عن المقاومين عندنا في المغرب في كل المناطق، في الشمال، في الجنوب، في الشرق، في الوسط، كلهم كانوا ينطلقون من منطلق شرعي. انتبهوا إلى هذا، الذين كانوا يقاومون ما كان أحد منهم يدافع، دعك من الذين كانوا يتحدثون في اللقاءات ويتناقشون، أنا أتحدث عن الذي يضحي بنفسه ويضحي بماله. هؤلاء كلهم كانت منطلقاتهم شرعية، وكانوا أبناء القرآن وأبناء السنة وأتباع محمد عليه الصلاة والسلام. تحدث عن ابن باديس أو عبد القادر الجزائري، أو تحدث عندنا عن أبي شعيب الدكالي، أو تحدث عن ابن عبد الكريم الخطابي، أو تحدث عن عبد السلام في الجنوب، كل هؤلاء كانت منطلقاتهم شرعية، وكانوا يدافعون لأنهم يؤمنون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرأيت لو جاء رجل يريد أخذ مالي قال لا تعطيه مالك، قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله، قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد، قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار. القضية واضحة عند المسلم، أهدافه واضحة حتى في القتال، بل وجاء في حديث عن الإمام أحمد والترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، بل في رواية من قتل دون مظلمته فهو شهيد. هكذا يعلمنا الإسلام. من أجل هذا إذن انبرى المقاومون في كل البلاد الإسلامية ودافعوا وضحوا وأهدوا أنفسهم الغالية رخيصة من أجل أن تحرر الأوطان الإسلامية، من أجل أن يعيش الناس بشريعة ربهم وبكتاب ربهم وبسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. لكن الذي يقع تاريخيا كما يقول بعض العارفين بالتاريخ أن هذه الحملات سميها البعض ثورات، وتسمى عندنا في الإسلام جهادا، أحيانا قد لا يستفيد منه الذين ضحوا من أجله، وقد تختطف هذه الحركات الاستقلالية التي وقعت في بلاد المسلمين، دافعت وجاهدت ونالت الشهادة من أجل التمكين للدين، من أجل الشريعة، من أجل أن يعبد الله الواحد الأحد، من أجل أن نعيش على ديننا وشريعتنا كما أراد الله عز وجل لنا. لكن للأسف عندما نالت دول الإسلام الاستقلال، ومعظم الدول الإسلامية تعرضت لحالة الاحتلال وكلها قاومت، ليس المعظم، كلها، كل بلد تعرض للاحتلال. فرنسا كانت قد أخذت المغرب العربي من تونس إلى المغرب، وأخذت أيضا بعضا من بلاد الشام، والإنجليز كانوا قد أخذوا جزءا آخر، والإيطاليون أخذوا جزءا آخر، والبرتغاليون والهولنديون، كل كان قد أخذ جزءا، قسموا هذا العالم الإسلامي مثل كعكة، كل منهم ابتلع جزءا منها، لكنه لم يستطع أن يبقيها في بطنه، وإنما فرض عليه أن يتخلى عنها. لكن بعد أن تخلى، بعد أن خرج، ما الذي حصل؟ أين الاستقلال؟ أين الذي دافع عنه الناس؟ دافع الناس ليس عن استقلال الإدارة فقط، وإنما دافعوا عن استقلال الإرادة. ميزوا أيها الشباب بين استقلالين، بين استقلال الإدارة أن تدير شؤون البلاد، وبين استقلال الإرادة أن تكون لك إرادة وأن يكون لك موقف
وأن تطبق شريعة ربك التي تؤمن بها. هذا هو الاستقلال الحقيقي، وهذا هو الذي ما زالت الأمة مع أنها عاشت أكثر من 50 سنة أو 60 في بعض البلاد الإسلامية وأكثر من ذلك في بعضها، ما زالت إلى الآن تعيش هذه التقلبات. إذا سألتم عن سر هذه الاضطرابات وهذه التقلبات التي تقع في الأمة الإسلامية، فأنا أرجع السبب إلى هذا المشكل، إلى مشكل الاستقلال، لأن البعض سطى على الاستقلال بعد تحقيقه وأراد أن يفرض على الناس بعض الرؤى. متى كانت الأمة تعرف شيئاً اسمه العلمانية؟ متى كانت الأمة الإسلامية تعرف شيئاً اسمه فصل الدين عن الدولة؟ متى كنا نعرف هذا؟ قبل أن يأتي الفرنسيون ما كان أحد منا يتحدث بهذا المنطق. اسألوا المغاربة شرقاً وغرباً، شمالاً وجنوباً، واسألوا الجزائريين ولا مصر ولا كل البلاد الإسلامية. كان الناس موقنين جميعاً، حتى المقصرون منهم كانوا موقنين بضرورة الشريعة. قد يشرب الرجل الخمر ولكنه يسأل الله أن يعافيه، قد يزني الرجل ولكنه يعرف أنه على الخطأ. لكن هل كان من أجدادنا المقاومين قبل الاستقلال، هل كان منهم من كان يتبجح بالدفاع عن الزنا ويعتبره حرية شخصية؟ هل كان منهم من يدافع عن الخمرة ويعتبرها مشروبا روحيا؟ هل كان منهم من يدافع عن السفاح وكل هذه البشائع التي نسمعها اليوم؟ لذلك إذن نجد فعلا أن الأحفاد قد فرطوا في تضحيات الأجداد. أجدادنا لو قاموا من قبورهم بعد أن أكرمهم الله بالشهادة ووجدوا أحفادهم على هذه الحالة، طبعا ليسوا جميعا، أنا لا أعمم، لكن لو نظر الأجداد الذين كانوا يقاومون في الأربعينات والخمسينات وقبل ذلك، لو نظروا إلى الواقع لأنكروه، لقالوا ما هؤلاء أحفادنا، ما هؤلاء أحفادنا، وما هؤلاء أولادنا أبدا. لأن هؤلاء كانت تربيتهم مختلفة تماما، وإنما دافعوا وجاهدوا من أجل أن يحققوا الاستقلال، ومن أجل أن يحققوا الاستقلال الحقيقي كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ضحى بمكة وضحى ببعض ممن استشهد من أصحابه في مكة من أجل أن يقيم الشريعة الإسلامية وأن ينفذها في المرحلة المدنية. من أجل هذا أيضا ضحى أجدادنا حتى حققوا لنا الاستقلال وطردوا المستعمر الفرنسي ذليلا، لكنه للأسف إن كان راضي بأن يخرج بجنوده فإنه للأسف لم يرضى أن يخرج بترسانته القانونية وبتوجيهاته وبإملاءاته وبضغوطه، ولذلك بلاد الإسلام الآن تقع بين هذين الخطين، بين من يريد أن يعود بدول الإسلام إلى الشريعة وإلى الدين. وعندما أقول الرجوع إلى الشريعة، لا يخلطن عليكم أيها الشباب بعض الحداثيين والعلمانيين يقولون هل تريدون العودة إلى ركوب الجمال والحمير؟ ليس هذا هو الأمر، ليس هذا. في مسائل المادة والحياة تطور كما تشاء، لو استطعنا أن نصنع طائرة أفضل من طائرة الأوروبيين فإسلامنا لا يمانع، بل يدفع في ذلك الاتجاه. لكن نتحدث عن الشريعة، عن القيم، نتحدث عن الأخلاق، نتحدث عن الآداب، نتحدث عن الأحكام الشرعية، هذا هو المقصود عندما نتحدث عن تطبيق الشريعة. نتحدث عن العلم، نتحدث عن العمل، نتحدث عن التطوير والتحديث، لكن ليس عن الحداثة بما فيها من ترك للقديم وترك للدين واستغناء عن الإله والعياذ بالله كما يقول هؤلاء الحداثيون. لذلك إذن من أجل هذا استقللنا، ومن أجل هذا دافع أجدادنا، ومن أجل هذا أيضاً ما يزال المؤمنون في أوطان الإسلام يدافعون من أجل التمكين للشريعة. لكن أقلية متغربة للأسف وجدت أن الدين ليس في مصلحتها، لأنها تريد أن تنهب، لأنها تريد أن تنال مصالحها الشخصية. أتحدث عن كل بلاد المسلمين تقريباً، وللأسف ترهن الأوطان وترهن الشعوب وتفرض رؤيتها وهي أقلية قليلة جداً
قد لا تكون حتى 5% أو 10%، وتفرض رؤيتها على الأغلبية، وبعد ذلك تتحدث عن الديمقراطية وعن الانتخابات وعن حقوق الإنسان، لكن إذا جاءت بما لا تشتهيه فإنها تنتفض وترفض وتفرض رأيها بالحديد والنار. هذه رؤية الإسلام أو الرؤية الشرعية لاستقلال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر إلى المدينة. وقد قال الله عز وجل واعدا بذلك كل المؤمنين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات بماذا؟ ليس فقط بالجنة، لأن البعض يقول انتظروا إلى أن تنالوا الجزاء في الجنة في الآخرة. لا، الدنيا ليست لك وحدك أيها الحداثي، ليست لك وحدك أيها الملحد، وليست لك وحدك أيها الكاره للإسلام، وإنما الدنيا للجميع، والآخرة عند ربك للمتقين. الله عز وجل قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم، أي في الآخرة، بأحسن ما كانوا يعملون. وقال أيضا في سورة النور وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، الاستخلاف في الأرض، كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. هذا هو هدف الاستقلال، هذا هو الهدف الذي من أجله ضحى الرسول عليه الصلاة والسلام، وضحى المسلمون السابقون، وضحى المسلمون اللاحقون أيضا. وليمكنن لهم دينهم، أي تطبيق الدين والشريعة التي ارتضتها الأمة، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الإسلام يدعو للأمن، لنشر الأمان، أما عندما تنشر الرعب وتنشر الخوف وتنشر القهر كما يقع الآن في مصر وفي بلاد الشام وفي بلاد أخرى، فأي حياة هذه؟ عندما لا يأمن الناس على أنفسهم ولا يأمنون على نسائهم ولا على أولادهم ولا على ممتلكاتهم، وتصير شريعة الغاب هي الحاكمة ويلف ذلك بالقانون، فمعنى ذلك أن الناس تعيش الجحيم على الأرض. لذلك القرآن يعد بأنه يمكن للناس دينهم الذي ارتضى لهم، وبأن الله سيبدلهم من بعد خوفهم أمنا، لكن بشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أقول قولي هذا أيها الإخوة، وأستغفر الله لي ولكم فادعوه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة، الاحتفال إذن بالاستقلال، سواء استقلال الدولة الإسلامية في الهجرة النبوية الشريفة أو استقلالنا نحن المغاربة من الاحتلال الفرنسي الغاشم، يدعونا أيضاً إلى أن نتأمل في الثغور الإسلامية التي ما تزال محتلة، وفي الثغور الإسلامية التي ما تزال تعاني من الظلم والقهر والاضطهاد. ما يقع في فلسطين أيضاً، الناس يعيشون أمر مما كنا نعيشه نحن عندما كان الفرنسيون يجثمون بأجسادهم الضخمة على أجسامنا وعلى وطننا. يعاني الناس هناك في هويتهم، يعانون في دينهم، يعانون في ثقافتهم، يعاني أهل المقدس الآن في هذه الأيام، هم مهددون بالطرد مرة أخرى. طردوا أول الأمر في 45 وفي 48 وفي 67، وهم الآن أيضا بفعل قوانين ظالمة يشيعها الاحتلال الصهيوني مهددون أيضا بأن يخرجوا من وطنهم مرة أخرى، من بيت المقدس. لكن للأسف المسلمون منشغلون بالفتن الداخلية، وفي بعض الأحيان منشغلون حتى البلاد التي ليست فيها فتن ينشغل فيها الناس بالتفاهات وبالسخافات، وتجد الإعلاميين يناقشون قضايا تافهة أحيانا، بينما القضايا المصيرية للأمة تترك يفعل فيها المحتل ما يفعل. أيضا نتذكر المسلمين أيضا في سبتة ومليليا، المحتلون
هؤلاء محتلون أيضا من 500 سنة ويزيد، أكثر من 500 عام، أقدم حالة استعمارية تقريبا على وجه الكرة الأرضية هي ما يقع للمسلمين في سبتة ومليليا، وما زال الناس هناك يعيشون على إسلامهم وعلى دينهم. سبتة العلماء التي عرف بها القاضي عياض رحمة الله عليه، والتي كانت في يوم من الأيام توازي القرويين في فاس، توازي فاس من حيث العلم ومن حيث العلماء والثقافة، هي إلى اليوم ما زالت تحت الاستعمار. لذلك لابد في مناسبة الاستقلال أن يتذكر الناس هذه القضايا، وأن يحاولوا بشتى السبل الممكنة استرجاع هذه البلاد واسترجاع هذه الثغور المحتلة، والتي يعتبرها المحتل الأسباني بوابات، ويخالف في ذلك التاريخ ويخالف الجغرافيا، حتى الجغرافيا لا تقبل، حتى الجغرافيا، هذه أفريقيا وتلك أوروبا. لكن مع ذلك ما زال الإنسان الأوروبي الذي يزعم أنه متحضر ويزعم أنه يتحدث عن تقرير مصير الشعوب، الشعب الواحد يريد أن يمزقه ويريد أن يفرقه، ويدعو إلى تقرير المصير في الصحراء من أجل أن يفرق بين الشعب الواحد وبين الوطن الواحد. لكن الوطن الموحد بحكم الجغرافيا وبينه وبين الآخر بحر كبير، مع ذلك تجده لا يرى في ذلك بأسا، والأوروبيون أجمعون تقريبا ما هنالك أحد منهم يقر الحق لأهله. لذلك هذه مناسبات من أجل أن نتذكر هذه القضايا، ومن أجل أن نترحم على الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم وضحوا بأنفسهم وبأموالهم وبراحتهم وبكل ما يملكون من أجل إعادة دولة الإسلام لأهلها، ومن أجل إعادة الشريعة إلى نصابها، ومن أجل إعادة الإسلام إلى الوطن الذي انتزع منه لفترة من الفترات. فاللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين، اللهم مكن للشريعة في الأرض يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة، إحدى الأخوات ترجو منكم الدعاء لها بشفاء المرض وقضاء الحاجة، اللهم اشف مرضها ومرض المسلمين، اللهم اقض حاجتها وحاجة المسلمين، اللهم أد الدين عن المدينين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق، اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت، اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت، اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وفق اللهم أمير المؤمنين محمدا السادس لما تحبه وترضاه، أري الحق حقا وارزقه اتباعه، وأري الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، هيئ له اللهم بطانة صالحة تقود بناصيته وتعينه لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه خير الدين والدنيا والآخرة. آمين آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين، خصوصا الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله. في المدينة كان فيها أوس وخزرج، والمهاجرون جاءوا من مكة إلى المدينة، وكانت هنالك طوائف وفئات أخرى حتى من لم يعتنق الدين الجديد وهم اليهود في المدينة. استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع قانونا يمكن أن يكون موحدا، ويمكن أن تكون فيه القواسم المشتركة من أجل التعايش بين مكونات الأمة على الأقل في سنواتها الأولى، قبل أن يغدر به اليهود ويقع ما يقع بعد ذلك في السنوات الأخيرة من حياته صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. هذا إذا دعانا إلى شيء فإنما يرد بنا إلى ما نعالجه في هذه الأيام.
في قضية توحيد مكونات الأمة، عندما نجد من أفراد الأمة من لا يزال يصر إصرارا على ضرورة إغلاق الحدود بين المسلمين. لا يستطيع الواحد الآن أن يزور أقاربه في تلمسان أو في وهران أو في مدن الجزائر، فتجد الناس يقفون عاجزين. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بتوحيد الجهود بين أفراد الأمة ومكوناتها المختلفة، فكيف بنا نحن اليوم نتفرق بعد أن وحدنا الإسلام؟ كنا جميعا قبل أن يدخل الإسلام في المغرب والجزائر وتونس وليبيا كنا أمة واحدة، كلنا يتحدث الأمازيغية والعربية، كلنا اعتنق الإسلام وبنسبة 100% تقريبا، بل وقل 100%. وكانت دولة الإسلام في يوم من الأيام في المغرب تتسع إلى حدود مصر، أي كل بلاد المغرب العربي كانت دولة واحدة. فصار في الأمة اليوم للأسف في أمة الإسلام من يدعو إلى التفرقة، ومن يغلق الحدود، ومن يحفر الحواجز والخنادق. والعجيب أن أمماً غير إسلامية من زمان أدركت خطورة التفرقة وأدركت خطورة الحدود الوهمية بين الدول. ألمانيا قبل 21 سنة أو 22 سنة أدركت أن هذه الحدود ليست في مصلحتها، فإذا بها تهدم الحدود ووحدت العاصمة، كانت ما بين بون وبرلين، ألمانيا شرقية وألمانيا غربية، فما صرت تسمع اليوم إلا عن ألمانيا واحدة، فإذا بها تصنع العجائب في مجال الصناعة والتطوير وتصير من الدول العظمى. أما نحن للأسف نحن المسلمين ما زال عندنا من يصر إصراراً على تمزيق هذه الأمة، ومن يريد أن يزيد المجزأة تجزئة. الإسلام يدعو في اتجاه توحيد الأمة وفتح الحدود بين مكوناتها، لكن من أفراد هذه الأمة للأسف من ما زال يتحدث بمنطق قديم جدا، منطق الستينات والسبعينات، ويتحدث عما يسميه تقرير المصير في الصحراء. الصحراء هذه أبا عن جد من زمان، من قديم الزمان كانت تابعة للمغرب وكانت جزءا منه، فكيف يقبل؟ والعالم المتحضر نفسه كثير منه لا يعترف بهذه التجزئة، لكن المصالح للأسف تطغى أحيانا، والمصالح الشخصية والآنية، فيدعو إلى زيادة التمزيق. إذا مزقت هذا المغرب، من الذي يضمن أنك لا تمزق؟ وخاصة أن هنالك فئات أخرى وطوائف كثيرة، عندما يقوم سكان الجنوب في الجزائر من الطوارق ويتحدثون عن تقرير المصير، أو في الشمال أو في الشرق أو في الغرب، بدل أن تدعو إلى التمزيق لماذا لا تدعو إلى الوحدة؟ بدل أن تدعو إلى تقرير المصير هنا أو هناك، لماذا لا تدعو إلى إلغاء الحدود وإلى فتحها أمام التجارة من أجل أن يتعاون الناس وأن يتضامن الناس؟ الناس كلهم غني بعضهم عن بعض، لا أحد يرزق أحداً ولا أحد ينتظر خيراً من أحد، ولكن الإسلام يريد للناس أن يتعاونوا، يريد للناس أن يتضامنوا، لأننا في التجمع وفي الوحدة قوة، وفي التفرقة وفي التشتت خذلان. الله عز وجل قال هذا، الله سبحانه قال هذا في القرآن الكريم: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. عندما تخاطب الأمة أو الأمم العالمية بمغرب عربي كبير فيه 100 مليون أو 80 على الأقل من الناس، فإنه أفضل بكثير من أن تخاطبهم 30 أو 6 أو 4 كما هو في بعض دوله. إن أوروبا تخاطبنا الآن 450 مليون من الناس، وأمريكا تخاطبك 300 مليون تقريبا من الناس، والصين تخاطبك 1.5 مليار، والهند 1 مليار، وأنت تخاطب الناس بدويلات في بلدان المسلمين. بعض الدول في الخليج فيها 1 مليون من الناس، لو عددت المواطنين الأصليين من غير العمال لوجدتهم لا يتجاوزون 1 مليون. هل هذه دول؟ هل هذا ما يدعو إليه الإسلام؟ إن الإسلام يدعو إلى التوحيد، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. لذلك فنحن عندما نحيي ذكرى المسيرة الخضراء كما وقع في هذا الأسبوع، فإنها فعلا مناسبة للتركيز على ضرورة توحيد جهود الأمة، وعلى ضرورة مواجهة ومجابهة
كل من يدعو إلى زيادة الممزق تمزيقا وإلى زيادة المشرذم شرذمة، ومناسبة للدعوة من أجل استرجاع ما تبقى من الثغور، ومن أجل الدعوة إلى توحيد كل مكونات الأمة، لأنه لا يجوز أن نشعر بعداوة تجاه أي أحد مهما كان من الجيران أو من المسلمين عموما، وإنما الواقع أننا إخوة جميعا، إنما هنالك فئة قليلة من المتنفذين ومن المصلحيين الذين يرهنون مصالح الأمة من أجل مصالحهم الشخصية. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمع جهود هذه الأمة وأن يوحد بين مكونات هذه الأمة. نسأل الله تعالى كما أمرنا في القرآن وقال وأن هذه أمتكم أمة واحدة، نسأل الله تعالى أن يجعل ذلك على أرض الواقع، بحيث نشعر فعلا أننا أمة واحدة وأننا في وطن واحد، وأن بإمكان كل واحد منا أن يتنقل شرقا أو غربا، شمالا أو جنوبا، في كل أرض الإسلام التي يذكر الله عز وجل فيها. أسأل الله تعالى أن يجمع صفوف المسلمين. اللهم انصر أهل الحق في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أرنا اللهم عجائب قدرتك في الظلم والظالمين وفي الطغاة والطاغين وفي كل المستكبرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا الوطن آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تحمي المسجد الأقصى المبارك مما يكاد له من طرف في الصهاينة. نسألك اللهم أن تعيد الأمة إلى رشدها وأن تعيدها إلى دينها وقرآنها وسنة نبيها حتى تحرر مقدساتها جميعا وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، يزورنا اليوم إخوان لنا يبنون مسجدا لهم، وهو مسجد البشرى، وكلمة بشرى من الكلمات القرآنية الجميلة، لأن هذه الأمة محتاجة إلى البشريات، والبشرى بإذن الله موجودة. نحن في كل الأوضاع مهما كانت أحوال أمتنا متفائلون، ونسأل الله عز وجل أن يأتينا بالبشريات من كل مكان. هؤلاء اختاروا لمسجدهم اسما وهو البشرى، وهم الآن في اللقطات النهائية من أجل أن يكملوا هذا المسجد، من أجل أن يفتح لأداء الصلاة وإلقاء الخطب والدروس وتعليم الناس، فهم الآن على وشك الانتهاء، وقد أحبوا أن يزوروكم خلال هذا اليوم من أجل أن تسهموا معهم في بناء هذا المسجد. جميل جداً أيها الإخوة أن تدخل مسجداً في مدينتنا هذه وتصلي فيه وتشعر أنك دفعت فيه ولو 10 دراهم أو 20 درهماً. هذا إحساس جميل جداً، لعلكم جربتموه جميعاً. فكيف إذا كنت أنت الذي بنيته وحدك أو ساهمت فيه بمساهمة كبيرة؟ لا شك أن الإحساس سيكون أفضل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله بيتاً بنى الله له بيتاً في الجنة. لذلك هؤلاء الإخوة سيقفون على الأبواب من أجل مساعدتهم في إكمال مسجد البشرى بطريق العونية في لازاري، لمن أراد أن يزورهم في عين المكان لمشاهدة هذا المسجد، وهو بالمناسبة من المساجد الجميلة جداً في هذه المدينة، وهم الآن يحرصون على إكماله بطريقة جيدة وبطريقة ممتازة يجد فيها المسلم راحته عندما يدخل بيت ربه سبحانه وتعالى. فأسأل الله تعالى أن يخلف لكل من أنفق ولكل من أعان هؤلاء الإخوة وغيرهم من الذين يساهمون في بناء المساجد، حتى تظل مدينتنا هذه فعلا عنوانا لبيوت الله ولمساجد الله. أسأل الله تعالى أن يرد بنا إلى دينه ردا جميلا. اللهم اشف أمراضنا وأمراض المسلمين، اللهم اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، اللهم أد الدين عن المدينين، ورحم موتانا وموتى المسلمين. وفق اللهم أمير المؤمنين محمد السادس لما تحبه وترضاه، أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. هيئ له اللهم بطانة صادقة صالحة تعينه لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه خير الدين والدنيا والآخرة. آمين آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، خصوصا الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.